مرة أخرى تكون ولاية غرب دارفور الواقعة في إقليم دارفور السوداني مسرحاً لأعمال عنف دموية بين قبائل متناحرة راح ضحيتها العشرات بين قتلى وجرحى. وشهدت منطقة كرينك أبشع الأحداث حسب تقارير رسمية وأخرى لمنظمات إغاثة، والتي أكدت مقتل 48 شخصاً على الأقل خلال اليومين الفارطين، وتم تسجيل عمليات اغتصاب على نطاق واسع، هذا بالإضافة إلى حرق أكثر من 1000 مسكن في الكثير من القرى الفقيرة. أعمال عنف أدت إلى نزوح المئات من العائلات التي أصبحت تعاني من أوضاع إنسانية متدهورة للغاية بسبب النقص الكبير في الغذاء والدواء. تطورات دعت السلطات المحلية إلى إرسال قوات إضافية إلى المنطقة المنكوبة لوضع حد للاعتداءات، لكن موكباً من هذه التعزيزات تعرض لكمين نفذه مسلحون من قبائل عربية حسب السلطات، أدى إلى وقوع العديد من الإصابات في صفوف قوات الأمن المحلية. لكن كرينك ليست الوحيدة التي تشهد موجة عنف خطيرة في ولاية جنوب دارفور، إذ أن المناطق المجاورة لها مثل جبل مون ومورني تشهد انفلاتا أمنيا مشابها بسبب الصراعات القبلية المستمرة، هذا بالإضافة إلى تسجيل مواجهات في مدينة منواشي جنوب الإقليم بين رعاة ومزارعين. وبعد ساعات قليلة من أحداث كرينك امتدت حالة الفوضى إلى ولاية جنوب كردوفان، حيث تم فرض حظر التجوال في منطقة أبو جبيها عقب اشتباكات قبلية أسفرت عن سقوط قتلى وحرق عدد من المنازل. وحسب الشرطة التي قالت أنها تمكنت من السيطرة على الوضع، فإن الأحداث جاءت نتيجة سرقة مواشي أدت إلى وقوع اشتباكات بين قبيلتي كنانة والحوازمة. وضع أمني يزيد من تعقيد الأوضاع في السودان الذي يعيش فترة انتقالية حساسة وهشة قد تفشل في أي لحظة بسبب التحديات المتعددة، والتي زادت مع تأزم الوضع المعيشي للسكان في مختلف الولايات. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من نيويورك محمد دهارون، المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان وعضو رابطة أبناء دارفور. أهلا بك معنا. أيضا أرحب بضيفي من لندن المحامي مهند مصطفى النور، المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين. أهلا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ هذا الحوار معك سيد محمد هارون، ونفهم منك أكثر حقيقة ما يجري في دارفور، ونحن نتحدث عن عودة وتجدد الاشتباكات القبلية في الإقليم من جديد. شكرا جزيلا قناة الحرة على الاستضافة، وعبركم أحيي جمهوركم الكريم، ومن هنا أسمحوا لي أن أترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الشهور الأخيرة في كل مناطق إقليم دارفور، وأيضا أترحم على كل شهداء الثورة السودانية في السودان. الأحداث الأخيرة في دارفور هو امتداد للأحداث القبلية الموجودة في منطقة دارفور منذ فترة قبل الإنقاذ، ولكن تفاقمت المشاكل بعد ظهور التمرد في منطقة دارفور ودعم الإنقاذ أو الحكومة السابقة أو الحكومة المبادرة على جزء من مكونات إقليم دارفور ضد مكونات أخرى، وهذا الدعم أدى إلى هجوم قبلي وصل لحد الحرب ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في منطقة دارفور. بعد سقوط البشير كانت كل الشعب السوداني وخاصة الشعب دارفور توسمت خيراً أنه سقط البشير، وهذا يكون نهاية للإبادة الجماعية أو نهاية للهروب القبلي في دارفور. لكن مع الأسف الشديد بعد سقوط البشير وبعد سنتين من سقوط البشير عاد يعني سيد محمد هارون، لكي نوضح الصورة أكثر، قرارات البرهان الأخيرة التي اتخذها في 25 من أكتوبر، هل يمكن أن نقول بأنها ألقت بظلالها بشكل أو بآخر بعودة هذه الاشتباكات والتوترات داخل الإقليم؟ التوترات الأخيرة داخل الإقليم كانت موجودة حتى قبل قرارات البرهان. في أحداث حصلت في منطقة غرب دارفور في منطقة الجنينة، أكثر من 3-4 أحداث مختلفة، اقتتال قبلي في مناطق الجنينة، في أحداث في جنوب دارفور، في أحداث في شمال دارفور، وآخرة أحداث بتاع كولجي في منطقة شمال دارفور. فهذه الأحداث الموجودة في دارفور لا علاقة لها بالتغيير السياسي
والمشكلة السياسية الحاصل في الخرطوم. هذه الأحداث بترفق وتيرتها مع ارتفاع المشاكل القبلية، وفي جهاد بحاول تأجج الصراع القبلي من أجل مصالح سياسية، وهذا هو السبب الاستمرار في الصراع القبلي. دعنا نستمع إلى وجهة نظر ضيفي من لندن المحامي مهند مصطفى النور، أهلا بك معنا. إذن ضيفي السيد محمد تحدث بأنه المشهد الحاصل في دارفور الآن هو امتداد للأحداث القبلية في الإقليم، لكن البعض في طرف آخر يتحدث بأنه يعني عودة التوتر في إقليم دارفور، عودة هذا المشهد المحتقن، ربما قد يكون بسبب أو لآخر بسبب تعطيل نصوص الشراكة في الوثيقة الدستورية والتي أتت مع القرارات الأخيرة لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. شكرا لك ولمشاهديك الكرام. أنا أترحم على أرواح جميع الشهداء، أترحم على قتل الشهداء دارفور في الأسابيع القليلة الماضية. في تقديري أن توصيف الصراع بأنه صراع قبلي هو تبسيط للصراع. الصراع في أصله هو صراع حول الموارد. جبل مون جبل غني بالعديد من الموارد، بالذهب، أرض خصبة، وهو محل أطماع في تقديرنا، محل طمع، هو الدعم السريع التي تتغذى على نهب موارد وخيرات البلاد. أحداث العنف في دارفور هي نتيجة طبيعية كما ذكر ضيفك من أمريكا، لتدخل الحكومات المختلفة منذ سبعينيات القرن الماضي ودعم المجموعات المحلية بالسلاح، إلا أن نظام الجبهة الإسلامية لعب دور كبير جدا من خلال تقنينه لميليشيا الجنجويد والتي عاثت فسادا في دارفور. هي نتيجة طبيعية لتفشي السلاح في المنطقة والغياب الكامل للأجهزة الأمنية المنوط بها حماية إنسان دارفور وممتلكاته، وهي نتيجة طبيعية لتفشي الجيوش وميليشيا والميليشيات الغير مدربة وغير مؤهلة للتعامل مع المواطنين. بس هذه هي المشكلة سيد مهند، عندما نتحدث عن أنه الوضع في إقليم دارفور هو متوتر وما زالت هذه التوترات والاشتباكات باقية وقد تمتد أيضا، نتحدث عن مشكلة أساسية بأنه لم يتم إيجاد الحلول لهذا الإقليم، ونختصر المدة منذ 2019 تحديدا، منذ أن تم تأسيس الشراكة بين المكونين المدني والعسكري وتأسيس حكومة بإشراف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك منذ ذلك الوقت. بالضبط، يعني المواطني منطقه غرب دارفور في جبل مون وفي كرينينغ هم ظلوا نازحين ولاجئين منذ 2000 والعام 2003، هم لم يعودوا الى غراهم الا بعد سقوط البشير المتهم بارتكاب جرائم اباده جماعيه في دارفور. الان سلام دارفور كان يعني، واكدنا من قبل انه لن يحل المشكله، انه لم يعالج جذور الازمه. الان سلام دارفور، سلام اتفاق جوا، اثبت انه اتفاق لا يعالج جذور المشكله، ولا زال القتل مستمر في دارفور. نحن نؤكد ان ما يدور في الخرطوم وهذا الانقلاب بالطبع له تبعاته وله اثاره السيئه على كل السودان، ليس دارفور فحسب يعني. وهذا الصراع ليس جديدا، حذرنا نحن في التجمع المهنيين قبل عده اسابيع من ان هناك العديد جدا من التجميع لبعض القبائل، وهناك نذر لحرب كبيرة قادمة لم يلتفت أحد إلى أن وقعت المصيبة، ونحن نخشى أن تقع مصائب أخرى في دارفور يعني. وهذه هي المشكلة الحقيقية ربما فيما يخص حدوث الكثير من الانتهاكات بحق المدنيين داخل الإقليم. أنتقل من جديد إلى ضيفي السيد محمد هارون في نقطة اتفاقية جوبا للسلام، هذه النقطة التي ذكرها ضيفي السيد مهند مصطفى. حركة مناوي قالت بأنه تشكيل الحكومة المقبلة سيتم بالشكل الذي تم الاتفاق عليه في اتفاقية جوبا للسلام. برأيك السيد محمد هارون، هل هذا الكلام يعتبر منطقيا، وخصوصا أنه هذا الاتفاق يؤخذ عليه الكثير من المآخذ وبأنه لم يقدم الحلول للمشكلات الأساسية التي يعاني منها الإقليم كي يكون فعلا حجر الأساس لسلام دائما في الإقليم؟ شكرا جزيلا. أولا اتفاقية جوبا تم التوقيع عليه في شهر 10 2020، إلى اليوم له سنة. الأسباب الأساسية لتفاقم السياسي في الخرطوم هو تنفيذ اتفاقية جوبا. فإذا ربطنا اتفاقية جوبا بالأحداث الأخيرة أو الأحداث الحاصلة في دارفور، من ضمن تنفيذ اتفاقية جوبا تم تعيين ولاة
من جزء من اتفاقية جوبا، وتم تعيين حاكم إقليم دارفور القائد من مناوي حاكم الإقليم دارفور. لكن عندما تم تكليف مناوي تم تكليف، ولكن التكليف لم يكتمل بعد، تم تكليف كحاكم لإقليم دارفور بدون صلاحيات وفي بروسس بتاعته. وهي المشكلة برأيك سيد محمد هارون، أم ربما أيضا هذا الاتفاق ربما لم ينجح باستقطاب كل الحركات المسلحة بشكل عام، اكتفى بأربعة تحديدا؟ أوكي، تكلمنا في الحركات الغير منضوية أو الحركات الخارج اتفاق جوبا. قدمنا نداءات لكل الحركات الموجودة خارج اتفاق جوبا إنهم يوصلوا لسلام اتفاق جوبا أو سلام آخر، عشان واحد من أركان بتاعت الحرية السلام. السلام في السودان لم تكتمل إلا بعودة كل الحركات الحاملة للسلاح في كل السودان including دارفور. كويس، فهنا الجزئية التامة من اتفاق دارفور، اتفاق سلام دارفور في اتفاق جوبا في دارفور، ما 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 أخذ الحيز أو ما وجد الزمن الكافي، وخاصة التكاليف المكلفة به. حاكم إقليم دارفور تم تكليف من ناوي حاكم الإقليم دارفور في بعد 7 شهور من الاتفاقية، بعد 7 شهور من الاتفاقية بدون صلاحيات. ولكن حاكم إقليم دارفور بدأ بإجراءات أولية، لأنه الإقليم دارفور إقليم ملتهب، الأمم المتحدة وضع فيه 27 ألف جندي لمدة 13 سنة، فشل إنه يجيب استتباب الأمن في دارفور. فكونه تجيب استتباب الأمن في دارفور في 4 شهور هذا من المستحيلات. فعشان كده الإجراءات الأولية اللي بدأ بها حاكم إقليم دارفور، أول شيء ومن أولى أولويات حاكم إقليم دارفور هو السلام، والثاني هو السلام، والثالث هو السلام، وهي نقطة جوهرية سيد محمد. ولكن نستمع أيضا إلى وجهة نظر ضيف السيد مهند مصطفى بهذا الخصوص. سأعود إليك. يعني في ضوء هذا المشهد الذي نتحدث عنه في دارفور اليوم، إلى أي مدى فعلا يخشى أن يتم تجاهل كل هذه الأحداث ولو ربما بصورة مرحلية، في ضوء أن هناك أزمة سياسية كبيرة تحدث في السودان، وهناك انتظار لتشكيل حكومة مرتقبة قد تحتاج ربما لأيام قليلة وقد تمتد أيضا؟ من المتوقع أن يعني تلتهب المشكلة في دارفور نتيجة لتعنت أو نتيجة لهذا الانقلاب. والآن تواجه السيد الانقلابي رئيس وزراء الانقلاب مشكلة في تكوين حكومته، لأنه موقعي اتفاق جوبا يصرون على أن يحتفظوا بنصيبهم الذين نالوه من اتفاق جوبا، بينما تم الانقلاب على الحكومة الشرعية بدعوة تكوين حكومة مستقلة. هذه هي المشكلة التي تواجه الانقلابيين الآن. الحركات المسلحة تصر على أن تأخذ نصيبها من الكحكة، بينما سبب الانقلاب كان تكوين حكومة كفاءات مستقلة. والمشكلة سيد مهند، عندما نتحدث اليوم عن مقتل 48 شخصا في اشتباكات اليوم فقط، من يتحمل المسؤولية هنا؟ أنا أحمل المسؤولية كاملة للحركات المسلحة التي وقعت اتفاق جوا، وأحمل المسؤولية كاملة لقوات الدعم السريع، وأحمل المسؤولية كاملة للحكومة المركزية بما يشمل ذلك المكون المدني الذي ظل يحكم السودان لمدة 2.5 سنين. سيد محمد هارون، ما رأيك بذات النقطة قبل أن أختم هذا اللقاء؟ من يتحمل مسؤولية هذا المشهد ويخشى أيضا من استمرار مثل هذه الاشتباكات وسقوط المزيد من القتلى في ضوئها؟ بتحمل المسؤولية الحكومة في السودان، الحكومة المشتركة أو حكومة الفترة الانتقالية قبل يوم 25 وبعد يوم 25، لأنه الحكومة المشتركة قبل سقوط يوم 25 كانوا هم عندهم كل الإمكانيات اللي بأسسوا في وضع حل المشكلة بتاع دارفور أو تنفيذ اتفاق السلام في جوبا، لكن كلهم كانوا على 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 مشاكسة في تنفيذ اتفاق جوبا، وهذا أيضا جزء من التحمل. الحركات المسلحة تتحمل جزء كبير، والحكومة أو الأجهزة الأمنية في السودان أو الحكومة الجانب العسكري في الحكومة في الحكومة الانتقالية أيضا تتحمل المسؤولية. هنا المسؤولية مسؤولية مشتركة، مسؤولية ما في حد يقدر يطلع نفسه
اذا كان قبل يوم 25 او يوم او بعد يوم 25 في تحمل المسؤوليه للجهه الثانيه، لكن كونه تحمل المسؤوليه لاتفاق جوبا اللي ما تم تنفيذه ولا 1% وعدم تنفيذه كان مشاكسات من الساسه والسياسيين الموجودين في الخرطوم. النقطه اللي قبل انت وقفتني انا تكلمت عن الاولويات بتاع حكومه بتاع حاكم الاقليم بعجاله لو سمحت. ودي حد نهائي لمشكله بتاعت سلام، واحد المشكله بتاعت الامن، نمره اثنين المصالحات الاجتماعيه، واليوم في مؤتمر للاداره الاهليه لانه الاداره الاهليه بتحمل الجزء الاكبر في حل المشكله القبليه في دارفور. عشان كده في الليله في مؤتمر بتاع اداره اهليه في نيالا اشرف عليه او قائم عليه حاكم اقليم دارفور. انا بتوقع انه هذا المؤتمر يؤدي الى شكرا ودي هدنه للاقتداد القبلي الى ان يتم حل نهائي لمشكله بتاع دارفور. شكرا جزيلا لكما ضيفاي من نيويورك، محمد هارون المتحدث الرسمي باسم حركه جيش تحرير السودان وعضو رابطه ابناء دارفور، شكرا لك. بالتاكيد اشكر ضيفي من لندن المحامي مهند مصطفى النور المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين، شكرا جزيلا. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن 14 مليون و300 ألف سوداني يمثلون حوالي 30% من سكان البلاد سيحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال عام 2022 بزيادة 800 ألف عن العام الحالي، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها السودان. ومن أصل حوالي 48 مليون نسمة، 14 مليون و300 ألف شخص نتحدث عنهم سيحتاجون في العام المقبل إلى مساعدات غذائية، طبعا هذا بحسب الأمم المتحدة، وهذا أعلى رقم للذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية منذ عقد من الزمن، وهو يمثل زيادة بواقع 800 ألف شخص مقارنة طبعا مع أرقام عام 2021. من بين هؤلاء مشاهدين حوالي 3 ملايين نازح في البلد الذي مزقته الصراعات الدموية، خصوصا في إقليم دارفور حيث أسفرت الحرب التي اندلعت في 2003 عن 300 ألف قتيل ومليونين ونصف المليون نازح وفقا للأمم المتحدة، مع الإشارة طبعا إلى أن السودان يستضيف 1,200,000 نازح معظمهم أو ما نسبته 68% من دولة جنوب السودان، إلى جانب الهاربين من الحرب في إقليم تيغراي في إثيوبيا. مشكلات النزوح تأتي في ظل أوضاع اقتصادية متردية، حيث يشهد السودان مشاهدين معدل تضخم سنوي يقارب 400%، إلى جانب الأزمة السياسية المستجدة والاحتجاجات الشعبية المتقطعة منذ أن سيطر الجيش على السلطة وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك في منتصف أكتوبر، قبل أن يعود الطرفان لاحقا ويتوصل إلى اتفاق سياسي في شهر نوفمبر. للمزيد ينضم إلينا من نيوجيرسي الأمريكية البروفيسور سليمان علي بلدو، الخبير في القضايا السياسية والاستراتيجية، وهو مستشار لمنظمة كفاية في واشنطن. أهلا بك معنا. نتحدث عن رقم كبير ورقم مقلق للغاية حذر منه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، يتحدث بأنه حوالي 30% من سكان السودان سيحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام القادم. كيف تعلق على هذا الموضوع وتحديدا أن الرقم يعتبر كبير نسبيا؟ للأسف الشديد هذا الرقم يعكس عجز الدولة السودانية في حماية المواطن من الجوع ومن الرعب المستمر أمام مثل أحداث الصراعات المميتة التي تدور بين مكونات مجتمعية مختلفة في عدة أقاليم من السودان وليس فقط في دارفور. الحكومة الآن يعني في أزمة حادة بين مكوناتها العسكرية والمدنية ووسط المدنيين، خلافات في حاضنتها السياسية وفي أطراف السودان، انهارت سلطة الدولة، كل أجهزة الدولة من الأجهزة التنفيذية، أجهزة الأمنية، أجهزة القانون والقضاء، كلها أصبحت عاجزة وعلت سلطة القبيلة، ومن هنا نشهد
هذا التصعيد المستمر في الصدامات المسلحة بين عناصر مجتمعية في أطراف السودان نتيجة لغياب الدولة وعجزها عن القيام بدولة. وهذه هي المشكلة الرئيسية بروفيسور، عندما نتحدث عن أي دولة توجد فيها صراعات عسكرية وتوترات سياسية تنعكس بطبيعة الحال على الاقتصاد وعلى الشعب، أي على المدنيين. هنا أسألك، يعني كيف من الممكن أن يتم تقديم هذه المساعدات الإنسانية في العام المقبل ل30% من السكان، وكيف يمكن التأكد من وصولها إلى محتاجيها؟ السودان يحتاج إلى استقرار سياسي يمكنه من معالجة الأزمة الاقتصادية المزمنة الحادة التي يعاني منها السودان وإعادة بناء هذا الاقتصاد. السودان ليس بالضرورة، وهو كما هو معلوم، السودان دولة غنية بالموارد، غنية بمواردها الزراعية وثروتها الحيوانية وبالموارد المعدنية الطبيعية إلى آخره، ولكن سوء الإدارة وانشغال الطبقات الحاكمة بصراعات السلطة والتنازع على الهيمنة على الدولة أدى في نهاية الأمر إلى تبديد كل هذه الموارد ويعني نهبها بواسطة مجموعات في السلطات الحاكمة المتعاقبة ومن قبل تحالفات إقليمية ودولية تستفيد من انهيار الدولة وعدم وطنية قياداتها السياسية والوطنية. ومن هنا يعني السودان بإمكانها أن تتصدى لذلك، ولكن للأسف الشديد على مدى السنوات الأخيرة كان المجتمع الدولي هو الموفر للإعانات العاجلة للنازحين، للجوعى، للاجئين، وتخلت الدولة السودانية عن مسؤولية رعاية مواطنيها والتكفل بحماية أمنهم وحماية احتياجاتهم الأساسية. يعني بروفيسور، أفهم من كلامك بأنه هناك أهمية قصوى لسرعة تشكيل الحكومة الآن، وما يؤمنه ذلك ربما من ناحية توصيل وإيصال هذه المساعدات لمحتاجيها من جهة، ومن جهة أخرى الحد من ازدياد المحتاجين لهذه المساعدات ربما في السنوات القادمة. إذا نظرنا إلى كل هذه الكوارث التي تدور وأثارها على المواطنين، بالطبع يصبح من الضرورة القصوى أن يتم احتواء الصراع السياسي على مستوى العاصمة، وأن يتم تشكيل حكومة بصورة عاجلة، وأن تتفرغ هذه الحكومة لممارسة صلاحياتها فيما يختص بالاستجابة لاحتياجات المواطنين من خدمات رئيسية ومن متطلبات المعيشة الأساسية، وفي نفس الوقت إصلاح الاقتصاد السوداني بحيث يصبح يعني ذلك كافيا لإعانة وإعاشة المواطنين دون الحوجة لمعونات خارجية من منظمات الإغاثة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة إلى آخره. شكرا جزيلا لك ضيفي من نيوجيرسي الأمريكية البروفيسور سليمان علي بلدو، الخبير في القضايا السياسية والاستراتيجية ومستشار لمنظمة كفاية في واشنطن. شكرا جزيلا لك.